السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد السلام صالح، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة عالم التصميم والجرافيك. في فيديو اليوم يا أصدقائي رح نتعلم كيف رح نسوي تقطيعات للفيديوهات بهي الطريقة على برنامج أدوبي بريمير. وقبل ما نبدأ بفيديو اليوم لا تنسوا تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد. وطبعا يا أصدقائي الأستاذ أحمد صالح أطلق العديد من الكورسات المتميزة على موقع عالمكم. وأيضا يوجد كورس احترافي لتعلم المونتاج مع الأستاذ أحمد صالح على موقع عالمكم. للمزيد من التفاصيل رابط الموقع راح يكون بوصف هذا الفيديو. طبعا يا أصدقائي بعد ما قمنا بتشغيل برنامج أدوبي بريمير أنا جهزت هون شوية مشاهد مشان نسوي زيها على برنامج أدوبي بريمير. فعنا أول نموذج واللي هي كيف أحط أربع فيديوهات بنفس الحجم على الشاشة بهذا الترتيب وبيناتهم خطوط بيضاء فاصلة. ففي البداية خلينا نجيب الفيديوهات نحطهم بهذا المكان، أول فيديو وثاني فيديو والفيديو الثالث والفيديو الرابع. طبعا يا أصدقائي مثل ما نكون شايفين أنه مدة الفيديوهات في الأخير مختلفة، فأنا رح أجيب أداة القص والاختصارة سي من الكيبورد ورح قصهم كلهم وليكن بهي المدة. بعدها رح أحدد الأجزاء اللي ما بدي إياها وقوم بحذفها. أول فيديو رح أحدده ورح أنقر عليه باليمين ورح أعطيه Scale to From Size مشان يعطيني إياه بحجمه الأصلي. بعدين وأنا محدد هذا الفيديو رح أتوجه إلى Effect Control، إذا ما كان ظاهر هذا التبويب عنا رح أتوجه إلى Window ورح ننزل على Effect Control الموجودة بهذا المكان، ومن Scale رح أختاره 50. رح أجي على الفيديو الثاني ورح أختاره كمان من سكيل 50. الفيديو الثالث كمان هو بدقة عالية فرح أنقر عليه باليمين ورح أختار سكيل تو فروم سايز وبعدها رح أصغره للخمسين. والفيديو الرابع كمان سكيل رح أحطه 50. طبعا يا أصدقائي رح أحدد الفيديو الأول رح أتوجه إلى Effect Control رح أضغط على Motion، بس ضغطت عليه رح يطلع لي هدول المقابض مشان أقدر أتحكم في تحريك هذا الفيديو أو تكبيره وتصغيره. فأنا رح أحدده ورح أحطه بهذا المكان بهي الزاوية. رح أحدد الفيديو الثاني رح أنقر على Motion ورح أحطه بهذا المكان. رح أحدد الفيديو الثالث ورح أسحبه وأحطه بهذا المكان. والفيديو الرابع رح أحطه في هاي الزاوية. تمام يا أصدقائي بعد ما قمت بتوزيع الفيديوهات رح أتوجه هلأ إلى أداة البين تول ورح أرسم خط مستقيم من هون بالضغط على شيفت لهون، وبعدين رح أتوجه إلى إفكت كنترول على الشيب رح أفتح خيارات الشيب. الفيل ما بدي إياه فيل تعبية داخلية، أنا بدي إياه بس ستروك، بحطه باللون الأبيض أو بأي لون بدي إياه وبعطيه شوية سماكة. بعدين بسحبه لبداية الفيديو وبطوله لنهاية الفيديو. هاي بيكون رسمنا المستقيم الأول. هذا المستقيم بكرر بضغط على Alt وسحبه، ورح أجي على Effect Control على الروتيشن الاستدارة وبعطيه هون 90، وبعدين رح شيل التفعيل عن هذا الخيار وأقوم بتكبير المستقيم بالعرض بهاي الطريقة. هيك بيكون يا أصدقائي سوينا أول تقاطع للصوريات مثل ما نكون شايفين. هلأ راح نسوي التقاطع الثاني واللي هو فيديو طولي على اليمين وفيديوهات عرضيات على اليسار. فأنا راح أجيب نفس الفيديوهات، يكون هذا الفيديو وهذا الفيديو، راح نجيب هذا الفيديو. طبعا أصدقائي هذا الفيديو مثل ما نكون شايفين بدقة عالية فرح ننقر عليه باليمين ورح نعطيه Scale to From Size. بعدين رح أخفي بس شوي، عندي هذا نظامي وعندي هذا كبير رح أعطيه كمان Scale to From Size. طبعا أصدقائي أنا أول شي بشوف الفيديوهات وبشوف مكانهم قبل ما بلش تقطيع وحطهم. فمثلا هذا الفيديو بحطه على اليسار من فوق، والفيديو هذا مثلا بحطه على اليمين هو اللي بيكون الأكبر، وآخر فيديو مثلا بحطه على اليسار من تحت. هلأ بنقر على أداة القص وبقص الأجزاء اللي بدي إياها أنا بس من الفيديوهات. بحدد هذا الفيديو من Motion بحطه الـ Scale 50
وبضغط على موشن وبسحبه على الزاوية يلي فوق. بعدين بحدد الفيديو الثاني، هذا الفيديو يلي هلأ بدي أشتغل عليه وحطه على اليسار. بحدد الفيديو الثالث وبحطه هون 50، ومن موشن بحطه بهذا المكان. هذا الفيديو خلينا ننزله لهون. هلا اصدقائي عندي هذا الفيديو، راح اتوجه الى افكت اذا ما كان ظاهر تبويب عنا، راح اتوجه الى ويندو وراح انزل على افكت الموجوده بهذا المكان، وراح اكتب في خانه البحث جروب يعني اختصاص. راح اسحب جروب لهذا المكان فراح يعطيني اداه الاختصاص الموجوده بهذا المكان. السحب بهي الطريقه راح الاقي انه عم يصل لي الفيديو من اليسار الى اليمين. ما إذا سحبت هاي من الأعلى إلى الأسفل، هون من اليمين إلى اليسار، وهون من الأسفل إلى الأعلى. أنا وليكن بدي أخذ هاي الجزئية، فبقصها هون 50 وبضغط على جروب وبسحب وبحدد المنطقة اللي بدي إياها من الفيديو. مثلا بدي الشجرة أو بدي الرجل هذا أو بدي السيارات أو بدي أي لقطة من الفيديو في هاي المساحة بس. فأنا بضغط على جروب وبصير بسحب وباخذ الاجزاء اللي بدي اياها من الفيديو. بعدين بحدده وبقر على موشن وبسحبه على اقصاء اليمين. برجع هلا بتوجه الى اداه البين تول وبرسم خط مستقيم من هون، بضغط على شيفت لهون، ومن الشيب اخذ لي نفس الخيارات. هلا بطوله على كل الفيديو يلي انا اخذته. طبعا مثل ما نكون شايفين عندي هون فصل، مو مشكلة، بحدد عليه، بشيل التفعيل عن هذا الخيار وبطوله هلا بالطول، بحدده وبكرر بضغط على Alt وسحبه، وبعطيه هون روتيشن 90 وبحدده وباخده بهي الطريقة. فهيك أصدقائي بيكون نحن تعلمنا كيف نقص تاني شكل. عندي هون أول نموذج لإظهار الفيديوهات، وعندي هون النموذج الثاني لإظهار الفيديوهات. النموذج الثالث واللي هو هاد التقاطع بالمائل، هو هون تعلمنا إحنا كيف نقطعه فيديوهات عادية. أما هلأ رح نتعلم كيف نقطعه في هذا الشكل المائل. في البداية خليني جيب الفيديوهات، بحدد عليه وبنقر عليه باليمين وبختار Scale to From Size الفيديو هاد، وبجيب مثلا هذا الفيديو وبنقر عليه باليمين وبعطيه Scale to From Size. بعدين بجيب أداة القص وبقص بس الأجزاء اللي بدي إياها من الفيديوهات. هلا أصدقائي رح توجه إلى Effect، وفي خانة البحث هون رح أكتب Radial Web، فطلعت لي ريتيل ويب بهذا المكان. راح اقوم بتحديده وسحبه ووضعه على اول فيديو. راح توجه الى افكت كنترول، راح الاقي انه ضف لي اياها بهذا المكان، بس انا ما بدي اياها مره واحده، بدي اياها مرتين. فانا برجع بحدده وبسحبها على نفس الفيديو فضف لي اياها مره اخرى. ليش انا بدي اياها مرتين؟ اول مره بدي اقص من الزاويه اليسار للزاويه اليمين، وتاني مره بدي اقص من الزاويه اليمين الى الزاويه اليسار، يعني بهي الطريقة مشان يكون في عنا فراغات على طرفي الفيديو. فهلا من أول خيار بصير بسحب بهي الطريقة، صار يقصل لي هون بحطها 50، وعندي من الخيار الثاني بختار هون الزاوية تبعية القص، أنا بدي إياها هون 130 بهي الطريقة. من الخيار الثالث بصير بسحب لأي زاوية أنا بدي إياها وبحدد المنطقة اللي بدي اياها انا، مثلا من هون. نجي على الزاوية الثانية نكتب 50، الزاوية هون وليكن ناقص 50، بصير بحدد بهي الطريقة. بعدين اصغر احدد الفيديو الثاني من موشن، اول شي بحطه السكيل 50 بضغط على موشن وبسحبه على هاي الزاوية. وهلأ بصير بكبر لحتى أخذ راحتي وحطه بالمكان المناسب. بحدد الفيديو الثالث، بختار السكيل 50
ومن موشن بحطه بهذا المكان وبكبر. بهاي الطريقة. هلا أصدقائي رح أتوجه كمان مرة تانية على Paint Tool ورح أقوم برسم خط من هون لهون، ولا رح أمسكه من هاي الزاوية ورح أقوم بتكبير هذا المستقيم شوي. رح أكرر بالضغط على Alt وسحبه ورح أسحبه لهون من الزاوية هاي، رح أكبره بهاي الطريقة. هيك يا أصدقائي بيكون سوينا التقاطع الثالث للفيديوهات. عنا آخر تقاطع اللي هو إذا كان عندي فيديوهات طولية مصورة عبر الهاتف. طبعا أنا افترضت أنه ما عندي فيديوهات طولية وبدي أخذ أجزاء من فيديوهات عرضية سوية طولية، فرح أول شيء جيب الفيديوهات رح أنقر عليه باليمين ورح أعطيه Scale to From Size. Size to From Size سكر. الفيديو الثاني وليكن هذا الفيديو الثالث. راح اجيب اداة القص وراح اقص بس الاجزاء يلي بدي اياها من الفيديو. اول شي راح اتوجه الى Effect وراح اكتب في خانة البحث Crop وراح اسحب الكروب على اول فيديو وراح اقصه بهي الطريقة بنسبة 67%. بعدين رح اضغط على جروب ورح اسحب للزاوية اللي انا بدي اياها. رح احدد الشخصية اللي انا بدي اياها من الفيديو او الزاوية اللي بدي اياها، بعدين بحدده للفيديو وبنقر على موشن وبسحبه على اقصى اليمين. بعدين رح احدد الفيديو الثاني، رح اسحب كمان الجروب عليه ورح اكتب هون كمان 67 ورح اضغط على جروب ورح اقص الاجزاء اللي بدي اياها انا من هذا الفيديو. بحدده وبضغط على موشن وبسحبه لهذا المكان. خليني اخفي هدول الاثنين شوي. رح اسحب الجروب على اخر فيديو عندي. كمان هو رح اختاره 60-67 ورح اضغط على كلمة جروب ورح احدد الزاوية اللي بدي اياها انا من الفيديو. بعدين على موشن وراح اسحبه لأقصى اليسار. بهي الطريقة يا أصدقائي، بس مثل ما نكون شايفين إذا كبرنا شوي عندي هون مساحة بين الفيديوهين وهون ما فيش مساحة، فأنا بحدد الفيديو اللي في النص بضغط على موشن وبصير بوازن بين الفيديوهات. بعدين بحدد 3 فيديوهات وبرفعهم لاير لفوق وبتوجه الى Project ومن New Autumn رح اجي ورح اختار Color. رح اختار نفس المقاس تبع الفيديو 1920x1080 ورح اختار اللون اللي انا بدي اياه، مثلا رح اختاره اخضر ورح اضغط على اوكي. بعدين رح يضيف لي لاير بهذا المكان، رح اقوم بتحديده وسحبه فضف لي اياه بالخلفية. اذا خفينا رح نلاحظ انه الخطوط الخضراء عم تروح وبتجي. فيكم انتو تختاروا الالوان اللي بتناسبكم وتحطوها تقاطع بين الصوريات. ولون يا اصدقائي بيكون تعلمنا كيف نسوي اكثر من تقاطع للفيديوهات على برنامج ادوبي بريمير. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد. وإذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار كتبولي تحت بالتعليقات. كان معكم عبد السلام صالح من قناة عالم التصميم والجرافيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.